زال الامل موجودا، حطها عبد الله رديف، ولكن برافو اكرم والناس يا ولد طلعها ببراعه شديده وانقذها، والى ضربه ركنيه، الى ضربه ركنيه. خطتني عادل، صاروخ من عادل بولبينة، ولكن العرضة مع الأخضر السعودي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. يا ولد يا عادل يا بولبينة، هنشوف وهننتظر. وضربة حرة مرة تانية من جديد، وعادل بولبينة هو الآخر يسدد يا ولد، ولكن برافو أسامة المرمش، برافو الكرة من عادل بولبينة، بيشوط الضربات الحرة المباشرة يا جماعة، والكرات الثابتة زي السلام عليكم كده، ما بيتخدش منه ما شاء الله اي مجهود، ولكن اسامة المرمش قدر. برافو يا ولد، برافو عادل بولبينة، لكن هي المرة دي محاولة مرتدة لمصلحة الاخضر السعودي، عايز يلعب البينية، لكن اريها كويس جدا مهدي توانتي، يلعب الكرة الامامية، بوعون يهيئ الكرة مرة تانية، مصيل لاعب في اليمين، يونس ايت عامر مع الكرة، يونس 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 يعدي يونس، ولكن من امامه بقى سليمان هزازي بمساعدة عبد الله الزيد، سليمان عايز يعدي، لكن يونس ايت عامر يحط قدمه وياخذ منها رمية التماس من نصيب المنتخب الجزائري. ياهي مباراة يا جماعة، ياهي مباراة ممتعة، وتماس عند عبد الرزاق مهرة لاعب وفاق سطيف، يلعب الكرة في وسط الملعب عند مسيل لعبد الرزاق، عايز يلعب العرضية عبد الرزاق، لكن ضغط عليه كويس في اللقطة الماضية فيصل الصبياني. اتلعبت الكرة من قلب وسط الملعب من جديد، مسيل مع الكرة، مسيل يسلمها في المنتصف عند بالحج شكال، يلعب الكرة حلوة في أقصى الطرف الأيسر، استلامة بولبينة مع الكرة، الأخطر 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 عايز يشوت، لكن هي على حدود المنطقة وتسديدها يا راجل يا راجل، حلوة من بالحج شكال اللي سدد لكنها خبطت ومرت بمحاذاة القائم الأيمن، وإلى ضربة ركنية. يا سلام، إعصار جزائري وسيل من الضغط الجزائري، لكن الكرة اصطدمت في قدم اللي كان مأمن عليها محمد بكر، وإلى ضربة ركنية. ما شاء الله أسامة المرمش حارس مرمى له مستقبل، حارس مرمى سكري القصيم نادي التعاون اللي بيقدم اثنين من اللاعبين في أرضية الملعب، هو عبد الملك العييري لاعب وسط الملعب، وشوف هنا ما شاء الله المهارة الرائعة من عادل بولبينة، الناحية اليسرى إعادة للكرة، شوف هنا ما شاء الله بولبينة، شوف هنا هي دي هي دي هي دي هي دي الجزائري، وادي الكرة العرضية، العرضية عادل بولبينة، عدت من محمد بكر ولكنها ما عدتش من أمام عادل بولبينة. يا ولد يا مهدي يا توانتي، ويا ولد يا عادل بولبينة، على يمين أسامة المرمش، هو هدف التعادل في المباراة، الأخضر الجزائري يعود في الدقيقة 53. عادل بولبينة، عادل بولبينة هو اللي يسجل هدف التعادل دلوقتي في أرضية الملعب ليشتعل اللقاء من جديد. 1-1.